تحديد يوم 6 اكتوبر كان لمجموعه من الاسباب. نهايه الشهر بتاع اكتوبر كانت انتخابات الكنيسة الاسرائيلي. شهر اكتوبر ده كان شهر في الوقت ده كان شهر رمضان، مناسبه اسلاميه مفيش حد ممكن يتوقع ان يحصل فيها حرب. يوم 6 اكتوبر كمان كان مناسب ليوم عيد الغفران، وده يوم مختلف عند اليهود، بيقفلوا الاذاعات ويعملوا ويمتنعوا عن العالم ويقعدوا ليهم طقوسهم، وبالتالي ما كانش ينفع ان احنا نحارب. حساب المد والجزر اثناء الحرب تم دراسته بان ده الشهر الانسب للحرب على اساس حاله المد والجزر وسرعه التيار في قناه السويس، على اعتبار ان اصعب مانع مائي عسكري في العالم، والاهم منه ان كان في عقبه في طريق عبور الكويت في حاله ان كان يبقى الوقت مش مناسب بالنسبه للمد والجزر. دراسه تاثير الظواهر دي كانت ازاي ممكن انها تاثر على الوسائل اللي احنا هنعبر بيها، وعلشان كده اختيار الايام المناسبه لازم يكون في ضوء القمر ساطع في نص الليل من اليوم ومظلم في نص الليل الاخر، علشان نقدر ان احنا يتم تركيب او بناء الكباري على ضوء القمر وعبور المجنزرات في الظلام. كمان تم دراسة الأحوال الجوية وتحديد الوقت المناسب بالنسبة لحالة الطقس وتأثيره على مسرح العمليات، خصوصا بالنسبة للقوات الجوية. لو اتكلمنا عن الصواريخ المحمولة ودورها، تفوق الجيش المصري على فارق التسليح ما بينه وما بين العدو بكفاءة التخطيط وقدرة وشجاعة الفرد المقاتل، اللي من خلال استخدم كم هائل من الصواريخ السوفيتية المضادة للطائرات أرض جو والمدفعية المضادة للطائرات والمدفعية والصواريخ المضادة للدبابات. ولأول مرة في تاريخ المعارك العسكرية بيقف فرد مجند أمام دبابة، ويقدر إن فرد يقف قدام طيارة ويوقعها، وده غير من طرق وتكتيكات القتال بعد حرب أكتوبر 73 ولحد النهاردة. وصولا بقى للبيجامات الكاستور اللي ربما دخلت التاريخ لما أمر الرئيس الراحل أنور السادات بأن يرتدي الأسرى الإسرائيليين هذه البيجامات خلال عملية تبادل الأسرى. البيجامات دي كان الهدف منها الإهانة النفسية للجنود الإسرائيليين والتأكيد على الهوية المصرية وإظهار القوة. دي كانت شوية لقطات حصلت في حرب أكتوبر ما ينفعش إن احنا ننساها، وفي ملايين وملايين من اللقطات اللي كتبت بأحرف من نور في مش في التاريخ المصري بس، ده في تاريخ العسكرية على مستوى العالم. ومصر دايما عشان مش تاريخ بس، لأن احنا تاريخنا حافل في يعني في العمليات العسكرية وقوة جيشنا المصري على مدار التاريخ، لكن كمان الحاضر اللي احنا فيه النهاردة واللي بتقوم بيه القيادة السياسية عشان تطور قدرات قواتنا المسلحة، واللي خلت الجيش المصري في المرتبة الـ15 عالميا والأولى عربيا ومن أقوى 3 جيوش في منطقة الشرق الأوسط. شفنا افتتاح المقر الجديد للأكاديمية العسكرية في العاصمة الإدارية، واللي بتضم مقر القيادة الاستراتيجية الجديدة الأوكتاجون، أحد أضخم مراكز القيادة الاستراتيجية على مستوى العالم. كل سنة وحضراتكم طيبين، كل سنة بنحتفل بانتصاراتنا في حرب أكتوبر وبانتصاراتنا إن مصر دولة قوية وقادرة إنها تقف على رجليها النهاردة في وسط منطقة تعتبر مشتعلة وملتهبة في كل الحدود وفي كل البلدان.